ربك الأكرم الأكرم الذي علم بالقلم بالقلم علم بالقلم علم علم الإنسان ما لم يعلم يا اخوانا ما يصحش كده يا اخوانا، ده قران يا اخوانا، غلط لما يتعمل ده. بعد اذنك ارجع ورا. الناس هم تحبك يا اخوانا. انا خليه يا اخوانا. هيقرا هيقرا يا جماعه، بس اقعد وبعد اذنك. اخوانا اقعد. يا مولاي والله يا محمد، بس انا مش عارف، بس مش عايز ازعل الناس. معلش خلاص يا اخوانا، يا جماعه اقعد يا اخوانا. يا اخوانا ما يصحش اللي متعمل كده يا اخوانا. احنا قريه متعلمه، ولما يحصل ده غلط اقعد يا اخوانا. مش كده، هو الشيخ هيقرا ان شاء الله. اقعد يا اخوانا بعد اذنك، ارجع ورا يا اخوانا. مش كده، ما ينصحش. ايه يا اولاد، ايه يا بص، هي لينا عندنا لو قلنا له هتبقى عندك انت ولينا بقى. سيدنا الشيخ المصري، ما ينفعش كده، ما ينفعش كده. الله يبارك فيكم، اقعدوا بس. الله يبارك فيكم، محترم القران يا جماعه. الله يبارك فيكم. حاضر حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صوت مكتوب صوت كتن كده. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. خلاص بقى خلاص. مالك يوم الدين. اياك نعبد.
نعبد إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت